أكد مساعد مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة سليم مناد في تصريح لموقع الفاف جاهزية اللاعبين لمواجهة الكونغو الديمقراطية، مضيفا أن المنتخب الوطني يطمح للعودة بالتأهل من كينشاسا قبل لقاء العودة. احنا اليوم رانا في المرحلة النهائية للتحضيرات، يعني راح نلعبوا ضد فريق الكونغولي اللي درسناه من الناحيه التكتيكيه، وراح نلعبوا في الماتش الي في كونغو، وين ان شاء الله نديروا مقابله نحاول نتاهل في مرحله الذهاب. فيعني اون ترافاي دون دو بون كونديسيون، وخاصه الفريق يعني اسبري عندي سبري، وين اللاعبين راهم واعيين بالمهمه، وان شاء الله نحسم الامر في مرحله الذهاب.